التواصل يستمر مشاهدينا الكرام شوطا تلو الآخر. منافسات، انطلاقات، تحديات، ولكن عودة إلى التحدي الجميل والأصيل. شوطنا الثامن عشر ينطلق مشاهدينا الكرام في انطلاقات هذا الصباح المميز، الصباح الجميل، حيث يحمل تحديات جميلة وتحديات أصيلة في انطلاقات هذا الصباح المميز، الصباح الجميل. حملت لنا الإثارة في كل تحدياتها وفي كل لحظات الناموس الجميلة والأصيلة في ملتقى هذا الصباح الجميل. نبحر مع الأبكار المهجنات الأصايل ونقترب من الصدارة، حيث يتقدم هذا الشعار ليحمل تحديات الشوط الثامن عشر. نبدأ المراكز الأولى، هذه اللي تقدمت الآن فتون، تعود ملكية صالح بن محمد بن الحطم العامري فاتنة في هذا الشوط، تنطلق إلى المركز الأول. بينما المركز الثاني هذه شقرة، تعود ملكيتها لمنصور بن سيف بن سالمين المنصوري، صاحبة إنجازات متعددة في ميدان المرموم، دائما تشاركنا في أشواط الإنتاج وتسجل لنفسها حضور في هذه الانطلاقات. المركز الثالث نتابع إذا مشاهدينا الكرام، هذه اللي وصلت مناورة، سالم بن سعيد بن غفان اليابري يقدم مناورة من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع انتقل إلى شعار بن رشيد، هذه رسالة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الخامس، المركز الخامس فيصل بن طالب بن شريم المري قدم لنا حور في هذه الانطلاقة. سادس المراكز التماس، أحمد بن سيف بن سهيل الدرعي في المركز السادس. مشاهدين الأعزاء المركز السابع هذه اللي وصلت تحدي، محمد بن سالم بن نايع الغفلي. والمركز التاسع، المركز الثامن، المركز التاسع وجود مشاهدين الأعزاء غزلان، تعود ملكيتها لحمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير، ياتي هنا ليقدم لنا غزلان الميدان، تتواجد في هذه الانطلاقه في التاسع. بينما المركز العاشر وصلت الان مخايل لعبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي، يتواجد ليقدم لنا مخايل في هذه الانطلاقه. اعود الى البدايه اذا المشاهدين الكرام، حيث شقره الان، حيث شقره تاخذ موقعها الصحيح والمناسب تماما، حيث كانت وكررت إنجازاتها في الأسبوع الأسابيع الماضية، وهي تنطلق بمثل هذه الانطلاقة لتحقق الانتصار بنفس مستوى هذا الشوط. شقرة منصور بن سيف بن سالمين المنصوري، يا سلام، هذه شقرة أمامكم مشاهدين الأعزاء. عندما نعود إلى جميع الروابط والسجلات نجد بأن حضورها في هذه الأشواط موجود ومسجل بالفعل، حاضر وماضي ومستقبل بإذن الله تعالى. بينما المركز الثاني، المركز الثاني عندك يا بالحطم، هذه فتون صالح بن محمد بالحطم العامري يقدم لنا فتون من تتواجه على المركز الثاني بمواجهة كذلك انطلاقة مميزة وجميلة. ابتعدنا الثنتين عن بقية المراكز كما نشاهد على الكادر الأول من خلال وجود الصورة في دبي ريسينج. المركز الثالث هناك التماس، أحمد بن سيف بن سهيل الدرعي ياتي على المركز الثالث. بينما مناورة تحتل المركز الرابع، سالم بن سعيد بن غفان اليابري، الله يا اليابري، يتقدم اليابري ليقدم لنا مناورة لتناور بانطلاقاتها الشيقة والعملاقة من خلال هذا التواجد. حور اذا تحتل المركز الخامس هنا في هذه اللحظات لفيصل بن طالب بن شريم المري، تتواجد حور على هذا الموقع. المركز السادس رساله، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز السابع، المركز السابع وصلت في هذه اللحظات شديده، بخيت بن علي بن الخصواني المنصوري يتقدم الى المركز السابع. المركز الثامن مخايل، عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي، تخايل الناموس في ثامن المراكز. المركز التاسع وصلت غزلان لحمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير، يتواجد على المركز التاسع. بينما المركز العاشر هذه القادمة لمحمد بن سالم بن نايع بشاوي الأغفلي، ياتي ليقدم لنا هذا الاسم وهذه تحدي من تتواجد، محمد بن سالم بن نايع الأغفلي. إذا مشاهدينا الكرام هذه العشر الأسماء المتقدمة، العشر الأسماء الحاضرة، تقريبا الباقي أربع دقائق بس، أربع دقائق
باقي من مستوى الشوط، والمركز الأول لا زالت شقرة 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 تقود هذا المسار. سلام لأهالي المرخانية في العين، سلام لأهالي المرخانية في العين، ما شاء الله تبارك الله. شوف الأداء، مثل ما قلنا لكم ذكرناكم بأن الحضور دائما المميز يعطيك حضور وتميز أكثر. هذه شقرة لا زالت تقود المجموعة، يعني اللي يبغى يلحق شقرة يحرك شقرة. منصور بن سيف بن سالمين المنصوري، وعلى فكرة دائما تحمل الرقم واحد دائما في سجلاتها، عندما يفتح السجل تلقى البكرة موجودة ما شاء الله في هذا الشوط. سارت وابعدت المسار، هذه شقرة أمامكم في مقدمة الشوط، يعني خذت الخدمة الكاملة المميزة. يوم تاخذ خدمة كاملة من يعني من شركة خاصة لايف ولا دبي ريسنج، تجد بأنك الخدمة الخاصة قدمتها في هذا الشوط إلى شقرة وهي تحتل المركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني اذا مشاهدينا الاعزاء، التماس احمد بن سيف بن سهيل الدرعي. المركز الثالث مناوره سالم بن سعيد بن غافان اليابري، ياتي يقدم لنا المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع هناك القادمين، يلا يا الرابع، شوف الرابع حور، او بالفعل هذه حور، فيصل بن طالب بن شريم المري. بينما المركز الخامس تقدمت شديده بخيث بن علي بالخصواني المنصوري. المركز السادس هذه مشاهدين الاعزاء اللي وصلت مخايل، عبد الله بن سعيد بن محمد النعيمي واصل لياخذ المركز السابع، ولكن عوده الى الصداره والقمه، عوده الى قمه شقره الان مسيطره بدون اي منافس على الاطلاق ولا منازع. يا سلام، الله، وين العيون عن شوين، وين الشرايه، والله لا تخوز عنها درب وتروح تاخذ لها رمز، تاخذ لها شيء، تاخذ لها يعني تحدي جميل، تاخذ لها شعار مميز، لانها صالت وجالت وقدمت العديد من الانجازات. 1200 المتبقي على خط النهايه، راحت الله يا شقره شقره شقره. مشاهدينا الاعزاء كررت الانجازات وراحت مع المركز الاول، منصور بن سيف بن سالمين المنصوري بدون اي منازع على الاطلاق. العصا في الابطان وهي تكلم حالها ما شاء الله تبارك الله، تكلم حالها في صدارة هذا الشوط، تاخذ زمام الامر والشور. هذه شقرة، هذه تاخذ زمام الامر والشور وتقودهن حتى النهاية في صدارة الشوط بدون اي منافس. شقرة منصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصوري لا زال متقدما ومبعدا بدون اي تعليمات، بدون اي حركات. المركز الثاني مناورة سالم بن سعيد بن غفان اليابري. المركز الثالث التماسة احمد بن سيف بن سهيل الدرعي. هذه الثلاثة القريبين منها، وحور هناك فيصل بن طالب بن شريم. الله، أول مرة نسلم من كيلوين، لأن خلاص عندنا معلومة، عندنا تحدي. شفنا حركات الشوط، شفنا مسار الانطلاقة، شقرة بدون أي منافس على الإطلاق تمام، هي تنطلق سلالة جميلة، سلالة أصيلة، ما توديك إلا السلالة الشاهينية. هذه السلالة يوم تنزل فيه المعارك الاحتفال ما تفيدك غير اللي سابق أصيل. بالفعل شقرة هي من تحتل الصدارة، منصور بن سيف بن سالمين المنصوري بدون أي منازع ولا منافس تماما على الإطلاق، هي متقدمة وبدون أي تعليمات عصاها في الإبطان. لكن حذاري هالي مرغم، يعني بدوا يتوجهون، بدوا يحركون شوية. شقرة أو غزلان حمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير قدمه أمامك، غزلان اللحظات الأخيرة تحركت مشاهدين الأعزاء، انتزعت المركز الأول شقرة منصور بن سيف بن سالمين المنصوري، غزلان في المركز الثاني حمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير، المركز الثالث حور فيصل بن طالب بن شريم، المركز الرابع وصل التحدي محمد بن سالم بن نايع، والمركز الخامس التماس احمد بن سيف بن سهيل الدرعي. هكذا اذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، هكذا التوقيت الزمني. نعود الى شقره حيث سجلت 9 دقائق مشاهدينا الاعزاء، 11 ثانيه 7 أجزاء من الثانية، ثانين والناموس لمالك شقرة منصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصوري، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9 دقائق 13 ثانية 5-8 أجزاء من الثانية، تهانينا لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير على فوز غزلان بثاني المراكز. أما المركز الثالث فكانت حور أو الجانب الآخر محمد بن سالم بن نايع، بالفعل لحظات الفوتو فينش، وكان التحدي بالفعل محمد بن سالم بن نايع الأغفلي 9 دقائق 15 ثانية
7 من الأجزاء الثانية حيث حلت في المركز الثالث.